انا مش عارف، انا عاوز الكلام اللي هقوله ده مش يوصل لحضرتك، يوصل للمواطن، المواطن في الشارع. لانه لما المواطن بيسمع انه ان صناعه الدواء في خطر، بيتخضع على اولاده ويتخضع على نفسه ويتخضع. لا، صناعه الدواء قائمه قويه، فيها ككل الصناعات مشاكل، مشكلات، اهمها المشكلات الاقتصاديه. حتى المشكلات التكنيكيه ما هياش العقبة الرئيسية في إنتاج الدواء في مصر، إنما المشكلة الكبرى هي المشكلة الاقتصادية. ليه؟ أنا عندي حوالي 70% من المواطنين، أقل قليلا من 70%، بيدفع ثمن الدواء من جيبه، وبيدفع ثمن فيزيتة الطبيب من جيبه. 70% في مجتمع في 40% يقترب من خط الفقر. هذا الموضوع لابد أن يعالج. المعالجة صعبة جدا. أولا لازم أراعي اقتصاديات صناعة الدواء. مدخلات الصناعية بتزيد جدا، مرتبات بتزيد جدا، سعر الغاز بيزيد جدا، سعر الوقود الآخر بيزيد، الكهرباء والمية، يعني المدخل الصناعي حتى من غير الخامات بتزيد جدا. لما نيجي للخامات نلاقي أنه كل ما ارتفع سعر الدولار كل ما أصبح في مشكلة في سعر الخامة. إذن في مشكلات تتحل، لابد تتحل في الصناعة عشان ما نعرضهاش للخطر اللي احنا كنا بنتكلم فيه. أنا مش قادر أعمل كده، والدولة مش قادرة تعمل كده، لأن المواطن بيدفع من جيبه، والمواطن دخل جيبه ما قلت فيه الفلوس ما زادتش. فلابد من السعي الجاد ووضع الأولوية رقم واحد أن أنشئ مشروع التأمين الصحي في مصر. تأمين صحي شامل يشمل كل الناس، يخلي انتي وجوزك وابنك وبنتك ووالدتك تروح الى مكان تحترم فيه، يكتب لها احدث انواع الادوية فيه. ومصر ان من كانتش قادرة عليها ان تسعى وتبدأ في هذا الموضوع. لا، في الحالة دي انا هقدر اصلح اقتصاد الدواء، يبقى هعمل حاجة الصح، هصلح اقتصاد الدواء. لأنه 70% من المواطنين يبقى مش بيدفعوا من جيبهم، يبقى الدولة بتتحمل جزء كبير منهم. الحاجة الثانية أن أنا أقدر أصلح اقتصاد الدواء أن أنا أرفع سعره بالشكل. ممكن الحكومة تتدخل وتخفض سعر الغاز، وتخفض سعر المية، وتخفض سعر الكهرباء، بحيث أنه الراجل المصنع يلاقي أنه التكلفة المضافة. أنا في تصوري إنه ما قصة المرتجعات هي قصة موسمية، بتاخد حد الشد، لأن المصنع اللي بيعاني من بعض المشكلات مش عاوز كمان ياخد أدوية مرتجعة. لكن صاحب الدواء اللي هو المصنع هو صاحب الدواء، لازم ياخده إذا تاريخه فات. وإحنا مش بنخترع. لا يصح أن يوجد دواء واحد في الصيدلية تملكه شركة من الشركات تاريخه فات، إلا لابد أن الشركة تاخده من الصيدلية، لابد أنها تاخده من الصيدلية. وإلا وأنا مش في مجتمع ملائكة، زي ما سمعته في المؤتمر الصحفي، قد يدخل شيطان ويسعى إلى تدوير الأدوية التالفة، أبقى أنا عندي كارثة. ولذلك الحكومة وزير الصحة على سبيل التخصيص ما يصحش يبص في موضوع المرتجعات على أنها قضية تجارية بين الصيدلي وبين المصنع. لابد أن يتدخل عشان يضمن أنه الصيدلي بيدخل مكان متأكدين فيه أن الدواء يخضع لقواعد الصلاحية ومنها التاريخ. الغرامة اللي هي 200 جنيه. طبعا القانون، احنا على فكرة كنا حاولنا أن احنا نغير القانون، وكنا حطينا شروط شديدة، بس القانون تعطل لأسباب سياسية، وأرجو أن مجلس النواب الجديد يحطه في الأولوية. كنا بنقول أن الصيدلي إذا أخطأ في الدواء أدى إلى وفاة المريض، إذا أخطأ خطأ متعمد، في فرق بين الخطأ وبين الإهمال والتعمد، قد يصل إلى حد الإعدام، وإذا أخطأ يعاقب عقابا شديدا. فالقانون الجديد هيشمل هذا، بس القضية قضية ان انا اصلح المسار من اول استيراد الخامة لغاية استرجاع الدواء الذي وبعدين برضه انا عاوز اقول حاجة، انه حجم المرتجعات اللي في البلد اذا تحسن، هتحسن ازاي؟ بانه المصنعين يدركوا انهم لا ينتجوا اكتر من الاحتياج. نتكلم بقى يا فندم عن مطالب صيادلة، وهتعملوا ايه والاضراب ومالي. كل زملائي اللي قبلي الشباب القادرين اتكلموا
بصي حضرتك، المعقول هنقبله واللي مش معقول هنرفضه، ولما نرفض إذا رفضنا احترم يبقى بنرفض جوه الغرف وعلى ترابيزة المفاوضات. إذا رفضنا ما احترمش ولم يؤخذ في الاعتبار، هنعمل زي كل الناس، هنصعد وإحنا مهنة مش أبدا 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 مش عايزين نحط رقبتنا إدنا في رقبة المجتمع إطلاقا. صيدلي قلبه بيتحرق لما مريض يدخل ما لقيش دواء عنده أو ما لقيش دواء بصفة عامة. إحنا مش رغبتنا إن إحنا نخنق مجتمع احترمنا وحطنا في المكان اللائق، إنما إذا كان حكومة، مش بقول الحكومة دي أو اللي قبلها أو اللي بعدها، إذا لم تكن قادرة على إنها تحط المهنة في مكانها المظبوط، طبعا هنصعد وطبعا هنعمل زي بقية الناس، إضراب وحاجات كتير. حضرتك المواطن البسيط اللي هيروح المستشفيات في 8-1 هيلاقي المستشفيات غير شيء؟ لا، أنا هقول لحضرتك، المواطن البسيط في غرف العناية المركزة هيلاقي الصيدلي والدواء، في غرف الطوارئ هيلاقي الصيدلي والدواء، في المستشفيات ذات الطبيعة الخاصة زي الحريق، زي المستشفيات المتخصصة في الحريق، كل المستشفيات ذات الطبيعة الخاصة لابد أن يكون فيها فريق من الصيادلة مش هيخرج في الشارع في شكل إضراب. هذا الأمر مرتب ترتيب، وحضرتك كلمني بعد بكرة وقول لي ده حصل في الحتة الفلانية مشكلة. تمام، مطالبكم 1-2-3. مطالبنا أنه الصيدلي الحكومي يعتبر صيدلي قبل أن يكون صيدلي حكومي، بمعنى أنه لابد أن يشارك في جهد العلاج ووقته ما يضعش في استلام العهدة والقيود في الدفاتر، ويترك الأمر لغير المتخصصين. نمرة 2، لابد أن دخل الصيدلي الحكومي يساوي الدخل الذي يجعل الرجل المهني في مأمن في حياته. وأنا بكرر أخطر واحد يحس بالحرمان ويحس بعدم العدل، أخطر واحد عن المجتمع والمهني الطبيب. إذا انحرف الصيدلي، إذا انحرف المهندس، إذا انحرف المدرس، إذا انحرف القاضي، إذا انحرف، إذا كان ده أخطر على المجتمع من الجنيهات التي تعمل توازن في دخول الناس. فعايزين الصيدلي يبقى دخله يتناسب مع مهنته. هو ده اللي احنا عاوزينه في الصيادلة الحكوميين. في الصناعة احنا محتاجين ان احنا نحافظ على الصناعة، القطاع العام اللي هو بينتج تلت الدواء في مصر، واسعار الدواء في القطاع الخاص في القطاع العام اقل من 4 جنيه للعلبة، في مقابل في الشركات التانية 18-19 جنيه للعلبة. هذا هو اللي بيعمل الستريبتوماسين بتاع السل، هو اللي بيعمل أدوية الإسهال، هو اللي بيعمل أدوية الكحة الرخيصة، هو اللي بيعمل فيتامينات رخيصة. لابد أن الدولة تحط 8-9 مصانع بتوع الأدوية بتوع العام في حضنها، وأنا بنبه إلى خطورة هذا. إذا هذه المصانع وقعت، وإحنا عندنا 3 مصانع السنة دي هيعلن أنها خاسرة من 8، ودي لم تحدث في السنين اللي قبل كده، معناها أن الخطر قادم على القطاع العام. ولابد أن مصانع القطاع العام تتبع وزارة الصحة، لا تتبع وزارة الاستثمار، وتتغير القوانين. لما فيش حاجة اسمها مصنع دواء يتبع يخضع لقانون الاستثمار في تطويره وفي كل حاجة، لكن لا يتبع وزير الاستثمار، لأن وزير الاستثمار لا يشعر بالاحتياجات الحقيقية الصغيرة الخاصة بمصانع الدواء. رسالة حضرتك الأخيرة توجهها لمن وما هي؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، من أول رئيس الدولة لغاية اللي واقف على المزلقان في القطر، مرورا بالصيدلي، بالطبيب، بالقاضي، بالمدرس. إذا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأنا أوعدك إن إحنا نفضل كنقابة وراء إتقان العمل الدوائي صناعة وتداولا، وإلا نبقى إحنا ما نستحقش المهنة اللي إحنا فيها.